تحاول السلطات في العراق عبثاً ترقيع أخطائها لكن دون جدوى. عامان مرا على مشروع هدم وإعادة بناء دار القضاء ومشروع تسوية الطريق العام في قضاء الضلوعية في محافظة صلاح الدين، حيث تحول المشروعان إلى عقاب جماعي يومي للسكان. هذا طريق يربط بين سامرة وبغداد، فإحنا الشارع هذا لعبين بهذلنا تبهذل، سياراتنا تعبت، إحنا تعبنا تبهذلنا تبهذل، ما نعرف وين نروح. هذا التأخير في مشروع تسوية الطريق العام في قضاء الضلوعية والواصل بين محافظتي صلاح الدين وبغداد أثر على النشاط التجاري بالقضاء، فضلاً عن إعاقة أعمال المركبات المجبرة على المرور رغم وجود الحفريات. إحنا كأصحاب محلات تجارية ضررنا شوية، الشارع الثاني حفر صار له أشهر، رزقنا على الشارع، معاناة السيارات. هذا الشارع حيوي يربط بين سامراء والضلوعية، ونعاني من الشارع صراحة صار ما يقارب سنتين، وإحنا صاحب المحلات، هاي المحلات ما يقارب فوق 200 محل، يعني خسارة كليتها، تراب وطسات، حتى زبائن ما تجينا. 3 كيلومترات فقط وعامان من التأخير تعكس بحسب أهالي قضاء الضلوعية حجم الأزمة التي يمر بها العراق جراء الفساد المتجذر وغياب المتابعة والمحاسبة الحكومية للمشاريع المتعثرة والتي تحولت لمصادر تربح للأحزاب الحاكمة.